صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا سيادة العميد. أنا قلت أجي أنتظرك في مكتبك أحسن بدل ما استدعيكي وأسبب لك إحراج في مكتبي. تحت أمرك. حضرتك طبعاً اتفرجتي على البرنامج بتاع التلفزيون امبارح اللي كان مستضيفين فيه الوزير شكري جلال. وطبعاً قريتي جريدة النهاردة. اتفرجت وقريت وعندي فكرة بالموضوع كله. حضرتك مش شايفة إن هيئة التدريس بالكامل والكلية سمعتها بقت في الوحل؟ إن الكلام اللي اتقال واللي مكتوب فيه إساءة بالغة ألحقتيها للجامعة. حضرتك يا فندم بتتعدى حدود الكلام معايا، واللي اتقال عني تلفيق وزور والنيابة بتحقق في الموضوع. وأنا عشان ما تعداش حدودي جيت لك لغاية عندك في مكتبك عشان أبلغك قرار السيد رئيس الجامعة بإيقافك عن العمل وتحويلك إلى مجلس تأديب للتهم المخلة اللي منسوبة إليكي وتناولتها وسائل الإعلام. دكتورة، أدي القرار. أما القرار الثاني بقى بخصوص ابني طارق وصادر من رئيس الجامعة بتحويله من جامعة الزقازيق إلى جامعة القاهرة. وطبعا أنا هعتمد القرار لأن على حسب اللوائح حضرتك موقوفة عن العمل من تاريخه وما ينفعش تعتمد القرار. دكتورة عبلة، أنا جيت بنفسي عشان أبلغ القرار ده. عن إذنك يا دكتورة. يا دكتور وحيد، القرار ده مش قراري انا، ده قرار السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه، وده قرار صائب لان اللي عملته الدكتور عبله فيه اساءه بالغه للجامعه كلها. يا دكتور، حضرتك عارف كويس قوي مين هي دكتور عبله، وعارف انها ضحيه لجريمه بشعه، واحنا كطلبه واتحاد طلبه واثقين من براءه الدكتور عبله ومن التهم الملفقه اللي بتقال عليها. اساسا قرار تحويل دكتور عبله لمجلس تاديب قبل نهايه تحقيقات النيابه قرار باطل وظالم. والله الكلام ده بتروحوا تقولوه بقى للسيد الدكتور رئيس الجامعه مش ليا انا. حضرتك اللي تبلغوا ان جميع اعضاء هيئه التدريس بالكليه مضربين على العمل لغايه ما تلغي قرار وقف الدكتور عبله ولغايه ما ترجع شغلها في الكليه. واحنا كاتحاد طلبه هنطلب من حضرتك طلب رسمي بان احنا ننظم مظاهره من اول باب كليتنا لحد باب رئيس الجامعه، هنطالب فيها بعوده الدكتوره عبله وباعلى صوت لينا. لا مش لوحدك، الطلبه كلها معاك. ايوه طبعا، يلا بينا، ده حرام. يلا بينا. يلا كده، دي مؤامره تتحرق عليا. دي مؤامره كده. شايفين للدكتورة عبلة عبد الرحمن دكتورة الأطفال في القصر العيني لكلية الطب، وزي ما استضفنا معالي الوزير شكري جلال اللي قال رأيه في قضية ابنه، كان لازم نيجي ونشوف تأييد الطلاب والأساتذة للدكتورة عبلة. ممكن أعرف سبب التجمع ده؟ ده تعبير بسيط عن حبنا واحترامنا للدكتورة عبلة، مثال للشرف والاحترام والالتزام والعلم واي شيء نبيل، ونرفض اي محاوله للنيل من شرفها اللي فوق مستوى الشباب. بس في دلائل للادانه قصاد المحكمه. مهما قالوا مهما طلعت شبهات ومهما قالوا عن الدكتور عبله مش هنصدق كل ده، لان الدكتور عبله فوق مستوى الشبهات. الدكتور عبله بس مش علمتنا الطب، الدكتور عبله علمتنا الحب والاخلاص والالتزام. ان اي واحده بينا تتمنى تكون زي الدكتور عبله. والله ما عارفه اقول لكم ايه يا جماعه، بس النهارده حسيت ان الدنيا لسه بخير وان الحق حق عمره ما هيضيع، ولا في وسط الظلم ولا في وسط الغدر. كل واحد بيذاكر وبيتعب وبيشقى ضروري هيشوف نتيجة شقاه وتعبه، وإن الحق حق ولا أي غدر ولا أي حقد ممكن يأثر عليه. عبلة 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 عبلة
إن المصريين مهما حصل ومهما الناس حاولت تشوههم لسه بخير، وإن بذرتنا بذرة أصيلة أجدادنا هم اللي زرعوها من آلاف السنين. بس عشان خاطري وحياة الحب اللي بيننا والاحترام اللي بيننا، روحوا بقى لمحاضراتكم والأبحاثكم من فضلكم. عبلة 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 دكتورة، أنا أسفة على كل سؤال مني، لو كان صعب عليك أنا أسفة. عبلة أنتي زي بنتي بالظبط. ميرسي. كل ده مش هيحصل، هنفضل واقفين وقفتنا الاحتجاجية لغاية ما يتلغي قرار وقفك. حتى لو الدكاترة والأساتذة كلهم رجعوا عن قرارهم، احنا عمرنا ما هنرجع عن وقفتنا. احنا مش هنسيب الدكتورة عبلة لما يتنازلوا عن القرار. الحق الحق يا ناس، الحق 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 يا ناس، الحق الحق يا ناس، الحق الحق يا ناس، الحق انا بحذر الجميع. اسمعوني، انا بحذر الجميع، ده خروج عن الشرعية. المظاهرة دي لو ما كنت تفضح علن انا هطلب الامن، ومش مسؤول عن اللي هيحصل. كفاية كفاية ارجوكوا كفاية. عبلة عبلة غلط، اسمعوا الكلام بقول لكم، خدوا المظاهرة. فوضى ومشاكل ومظاهرات، ده كله بسببك يا دكتورة. أنا لا قلت لحد يتظاهر ولا يهتف باسمي، حاولت أمنعهم هما اللي رفضوا. أصل ما كانش المفروض تيجي يا دكتورة إنك أنت موقوفة عن العمل. لا يا دكتور، أنا موقوفة كرئيسة قسم، مش كدكتورة ومش كأستاذة لتلامذتي، وعينيني حبشير ومفيش أي حاجة هتقف قصادي. جرايه يا دكتورة عبلة، أنت بتتحديني؟ احسبها زي ما تحسبها يا فندم. يا دكتورة اسمعيني. يا فندم. عايز أنت رفض. ست رئيس الجامعة عاوز يكلم حضرتك عن محمود. طيب، اتفضل أنت، مع السلامة. ألو؟ يا دكتور، لا حقيقة عندي شوية مشاكل في الأمن كده. دكتورة عبلة اللي حضرتك وقفتها جاية وعملالي مشاكل وعملت فوضى كتير قوي. يا فندم أنا مش مسؤول عن اللي هيحصل، أو الدكتورة رفض القرار وما زالت متواجدة في الكلية. يا فندم بتتحداني أنا شخصيا، بتتحدى كل اللوائح. نعم سعادتك، يعني أنا مش فاهم، قرار اتلغى يعني إيه؟ ومين اللي لغاه؟ لا لا سعادتك انا ما اقصدش، بس يعني ايه اللي استجد في الموضوع يعني؟ حاضر يا فندم، حاضر، علم وهبلغها يا فندم. عايز تبلغني بحاجه؟ انهي قرار اللي اتلغى يا الأرقام الرسمية بتقول إن كل ساعة في القاهرة في حادثة اغتصاب أو تحرش، كل ساعة. الأرقام الرسمية أيضا بتقول إن عندنا 20,000 حادثة اغتصاب في السنة. 20,000، هي أم، هي أخت، هي ابنة، هي صديقة، كل دول بيغتصبوا وبيتحرش بيهم في الشارع. قضية هامة جدا. ضيفتنا النهاردة كان يومها عادي جدا، عايشة حياتها، بتمارس عملها، رايحة شغلها، وجالها الطلب اللي بيجي لكل دكتورة، حد مريض الحقيقة، عادي جدا، يوم عادي في حياتها، ما كانتش عارفة انه هيبقى أسود يوم في حياتها. نزلت من بيتها وراحت عملت واجبها، ولكن تحول هذا اليوم إلى يوم مشؤوم، يوم أسود. لماذا تحول هذا اليوم إلى يوم أسود في حياة الدكتورة عبلة عبد الرحمن؟ أهلا بك. أهلا يا فندم. أنا آسف دكتورة، معلش السؤال، اغتصبوكم؟ إحنا التلاتة، هما التلاتة قدام بعض؟ لا لا، حطوا كل واحد في أوضة. أنا آسف، ولكن مهم جدا مدام حضرتك ضيفتنا النهاردة تحكي للناس بشاعة الحاجة دي عاملة إزاي. يعني إيه؟ هل التلاتة كانوا بيغتصبوك انت لوحدك ولا واحد؟ يعني حصل ازاي؟ لازم الناس تفهم القذارة اللي في الموضوع ده. ولا فارق معاهم كان اي شيء خالص. حسيتي بيه في اللحظة دي؟ شيء حقير لدرجة محدش يتخيلها غير اللي مر فيها.
اكتر حاجه كمان بتوجع لما قررت ان انا ابلغ كل الناس. اغلب الحالات ما بتبلغش. ايوه يقول لك فضيحه وفضيحه. وخلي الطبق مستور والناس هتقول علينا ايه. اكتر حاجه بتوجع انك بتلاقي الناس اللي حواليك بيقولك اسكت ما تتكلمش لان دي فضيحه. جوزك كان رد فعله ايه؟ جوزي كان رد فعله اكيد وقف جنبك يعني. حاول يوقف جنبي على قد ما هو يستطيع، بس جات لنا فتره وانفصلنا لاني حسيت ان هو ما وقفش جنبي كفايه. طب عرفتي بعد كده او انت بتقولي او التحقيقات بتقول ان الجاني كان ابن معالي الوزير؟ مش هو لوحده بس، هو وصاحبه الميكانيكي. ايوه انا فاهم زميل. سيد شكمان والناس اللي معاه. كنت بسال لما عرفتي انه ابن وزير كان انطباعك ايه، احساسك ايه؟ الحقيقه ما عرفتش في الاول، لكن لما عرفت حسيت ان انا ممكن اخسر كل حياتي، ممكن اخسر القضيه عشان ممكن وزير بقى. لا يعني عنده قوه وعنده نفوذ، وبعدين تم تهديدي. لو جايب محامي كبير جدا، ده جايب اكبر محامي في البلد. ايوه مظبوط. يعني انا تم تهديدي باولادي، حاولوا يقتلوني، فرامل العربيه ثابت، عملت حادثه، رحت ما انا بركن عربيتي طول عمري في العياده تحت العياده بتاعتي في السيده زينب، عمرها ما حصل لها اي حاجه، ركبت العربيه وما فيش فرامل. لا انا عرفت كمان ان حصلت محاوله اغتصاب لاقرب الناس ليك. مظبوط. بنتي. بنتك. بنتي. ده سنه اغتصاب عائله عبلة عبد الرحمن. يظهر كده يا فندم. اولا بنتي طبعا يمكن بعد ما البيت اتهز وبعد ما اتطلقت من أبوها وبعد ما حصل اللي حصل، البنت برضو حست إلى حد ما بضياع، لأن بنتي عاتبتني. بنتي اللي هي المفروض تكون متفتحة وعقلية مختلفة غير عقلية أبوها، واثقة فيك، واثقة فيا ثقة عمياء، عاتبتني قالت لي ليه احنا اتفضحنا. كنت لازم اسكتي يا ماما. أنا كنت لازم أفهمها إن ما ينفعش ما تاخديش حق، ما ينفعش تسكتي وتسيبي الناس دول هما تعملوا كده، هما وغيرهم في ولاد الناس التانيين، ومش ولاد ناس. الله عليك يا ماما، والله تنفع تبقى سعيده. الناس ولاد ناس ليهم عيله وليهم. امال انا يعني حبيتها من شويه؟ لو سمحت يا جماعه ممكن مش من حق حد عشان نعرف هما بتقول ايه. ده اللي انا عايزه اقوله. ماشي. يا ترى انت مقصر مع اولادك ولا قصرت في حق جوزك؟ ما كنت سكت احسن من الاول. وما كنت سكت، وكل ده عايشه فيه، لكن في حاجه جوايا بتقول الحق صوته عالي، لازم البراءة هتبان، لازم هيبان. مش سهل عليا ان كل الناس النهارده تبقى عارفه ان انا تم اغتصابي على شاشات التلفزيون، مش سهل عليا ده. اطلعي عريانه دلوقتي. بالظبط، وانا اللي بعري نفسي، ما حدش بيعريني، انا اللي قررت ان انا اقول للناس الحقيقه ايه. انا بتمنى ان المجتمع يحترم الموقف ده، لانه انا مش بقوله علشان اي حاجه غير اني انا خايفه، زي ما خايف على نفسي خايف على بنتي خايف على اولادكم خايف على كل الستات كل الولاد خايف على كل الناس، لان ما تتصوروش قد ايه الحكايه دي بتوجع قوي، بتوجع من جوه وبتعمل شرخ اليم ما بيروحش. دكتوره عبله اسمحي لنا هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، والفقره القادمه هنتكلم في موضوعات اهم واهم. ولكن السؤال، الصمت القاتل بيفيد مين؟ لو واحده حصل لها اغتصاب وصمتت، وصمت المجتمع، المستفيد الوحيد هو الجاني، ولكن المجتمع كله هو المغتصب. المظاهرات اللي شفناها واللافتات اللي قريناها، كلية الطب تستنكر، كلية الطب تشجب، كلهم ضد الصمت. ما ينفعش تسكتي، ما تسكتيش ابدا، ما ينفعش حد يسكت، لانه ده مساله غير اخلاقيه، مساله بتسمح انه المجرم يفضل طليق في المجتمع. يعني ايه نفضل ساكتين؟ يعني ايه نفضل ساكتين يا دكتور؟ يعني بتدي فرصه لجرائم اكتر، وبتدي فرصه للمجرمين اكتر انهم يعملوا الجريمه بتاعتهم ويهربوا بيها، لان هم متاكدين انهم هيسكتوا عشان خايفين برضو من الفضيحه. انا رايي يا استاذي ان الضمير هو الشرف، ده الشرف الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه، ان كل واحد يبقى حقيقي عنده ضمير في كل حاجه. يعني دلوقتي المغتصب بيغلط والمغتصبه
بتغلط والمجتمع بيغلط، احنا عندنا الثلاث اطراف ما بيقوموش بدورهم صح. عشان كده انا قصدت اني اتكلم في الموضوع ده رغم ان الموضوع ده جارح جدا لكبريائي ولكرامتي كأم كست كأنثى كدكتورة كطبيبة ككل حاجة. أنا في يوم لقيت عيادتي ما فيهاش بني آدم. لو مين هيروح لدكتورة مغتصبة؟ اعتبروا أن الست دي هي وصمة عار في حياته. أنا النهاردة بقول أولا بشكر كل الناس اللي وقفت معايا، بشكر الضماير اللي صحيت، بشكر جوزي اللي رجع لي. ما جوزك معذور لأنه بعض الجرايد بصراحة كتبت في الحكاية دي بشكل فظيع وأضافت توابل فلفل وشطة عشان الموضوع يبقى شيق. يعني أنا أتذكر إن كان في يوم واحد جالي من غير معاد، برضو صحفي جالي من غير معاد في المكتب عندي في الكلية، قالي عايزين بقى نعمل موضوع عن الموضوع. يعني هو مقرر إن هو هيعمل الموضوع بتاعه. قلت له ما فكرتش إن الموضوع ده ممكن يهد كيان أسرة؟ لا مش مهم بقى، ما إحنا هنزود التوزيع شوية. ما هو ده بقى اللي أنا بتكلم فيه برضو، ما هو ده المجتمع اللي إحنا بنتكلم فيه. أنا عارفة ان احنا مش هنغير الكون وحيصلح الكون، لكن لازم نغير نفسنا للأحسن. لازم يبقى فيه قواعد شوية، يعني لازم يبقى فيه ضماير. عارفة برا دكتورة عبلة شخصية المغتصبة، وخصوصا كمان لو كانت طفلة. يعني احنا يمكن عندنا حادثة من كم يوم، الطفلة دي صورتها يا جماعة في كل حتة، عادي جدا بقت الصورة موجودة. طبعا انا بزعها بعد ما اتزعت في كل حتة في كل مكان، عادي جدا ان طفلة قاصر اللي هم بيقولوا عليها ماينر بره، قاصر انه صورتها بره لا يمكن الصوره او الوش ده. طب والطفله ديت الام دي ممكن يعيشوا ازاي؟ لا يمكن تمام. لا يمكن تبان، لا يمكن تبان، مع انهم هم المفروض متحضرين عننا. دكتور عبله معلش، يعني احنا لازم بنسمع وجهتين النظر، وكان في ضيافتنا سياده الوزير وقال كلام مهم جدا حضرتك ترد عليه. قبل ما اسال في الحكايه دي، انت قبل الحادثه دي كنت مبسوطة مع جوزك؟ كنت سعيدة جدا، كنت ست عادية. كانش بينكم أي خلافات؟ لا ما كانش بيننا أي خلافات. الخلافات العادية اللي بتحصل بين أي زوجين، الخلافات اللي أي حد، هو أي حد عنده خلاف لازم يروح. هو أثبت بشهوده وبكلامه أن أنت كنت على علاقة بابنه، ولما قررتي فجأة أو هو قرر فجأة أن هو يرميكي على حد تعبيره، أنت قررت أن أنت تنتقمي منه. دي مشكلة، دي مشكلة كبيرة، لكن أنا عندي مفاجأة حوريها لحضرتك في الآخر. مفاجأة؟ الست المجنونه دي رد على الكلام ده؟ مفاجاه ايه بقى اللي بتتكلم عنها؟ طبعا عندي رد، عندي مليون الف رد، وعندي مفاجاه هتاكد اللي انا عايزه اقوله. واحد يعني ده كلام من الاستهلاك؟ لا بقى، من عليها واثقه قوي البرنامج، ياخد لها يكون عندها فعلا مفاجاه وتفجرها في الاخر. فجت يعني ايه؟ تطلع كده كت من جيبها خلاص بقى. الله تفهم، هتعصب عليا انت كمان ولا ايه؟ للاسف القضاء ما بياخدش بالمشاعر ولا بالاحاسيس، القضاء بياخد بالأدلة. أي قاضي مبتدئ في قضية الدكتورة عبلة الحكم جدا واضح قدامه، الشهود كلهم ضدها، الأحداث كلها ضدها، فين الدليل؟ فين المفاجأة؟ أنا عندي مفاجأة، بس يعني حواري حضرتك قرار تعيين أحمد عطية عبد العاطي السيد ومحمد عطية عبد العزيز السيد. مين أحمد عطية ومحمد عطية؟ دولت ولاد البواب اللي شهد ضدي، اللي هو البواب بتاعي. اللي قال إنه ابن الوزير المتربي بيزور ست متجوزة من ورا جوزها. اتفضل حضرتك، ده قرار تعيينهم عنده في خلال أسبوع واحد. فعلا. الله الله الله. ده معنى إيه؟ شايفين يا ولاد شغل أبوكم؟ والله ولا كولومبو. تعينوا عند معالي الوزير. أو الراجل الغلبان ده ما قدرش ابدا يرفض اللي تقدم له من المحامي بتاع سياده الوزير او من حد من طرف سياده الوزير، الله اعلم، لكن ده شيء لازم يتحط في عين الاعتبار. الست دي بتقول ايه؟ لا ده كده اوفر قوي، اوفر قوي. لازم تتربى يا شكري، فاهم؟ لازم تتربى. ماشي يا دكتوره، ده ممكن يبقى دليل. يعني ايه عايز دليل اقوى؟ عايز حاجه تثبت القضيه. حاضر حاضر حضرتك، دي صوري انا عايزاك تتفرج عليها اذا سمحت. الله الله الله، استنوا بقى شوفوا شغل العبقريين واحمد خيري. يا عم عم ده مع رئيس بوش. ايه بتعالجي بنته ولا ايه؟ ده مع تاتشر. طب يعني احنا لينا الشرف ان حضرتك معانا النهارده. ربنا يحفظك. انك يعني توم كروز؟ بحبه جدا. لا مش للدرجات دي يا دكتوره. بدل نيكول كيدمان.
ايه ده؟ ده توني بلير ومراته. ايوه. طب ده شيء كلينتون، ده شيء جميل جدا. اه والرئيس بوش مره. طب يعني ايه؟ مش عارف ايه ده، ايه دلاله الصور دي؟ دلاله الصور دي لما افرجك على صورتي انا وابني، ربنا يخليه لك، وصورتي انا والجاني. يا نهار ابيض، ايه ده؟ يعني انا بقول لحضرتك اذا كانت الصور او الادله اللي هم حطوها في المحكمه ده لا يمكن حد يقدر يكتشفها ابدا، بتدل على ادانتي انا مع كل الناس اللي انا عمري ما شفتهم دول. الوزير وعائله الوزير لفقوا لك الموضوع ده كله؟ ايوه، هو من وجهه نظره بيدافع على ابنه، واللحظه الوحيده اللي انا حسيت ببعض التعاطف عشان الناس ما تاخدش ضدي الكلمه دي، لما جه يتحايل عليا يقول لي ده ابني، هو عنده حق من وجهه نظره انه يلبسني تهمه، انا كمان عندي حق ادافع عن نفسي قدام المجتمع، وادافع عن المجتمع اللي انا عايشه فيه، وادافع عن السيدات اللي في المجتمع، وادافع عن كل فرد في المجتمع. يعني حقيقة الله يرحمك يا سريحة، كان عندك حق في كل كلمة قلتيها على الدكتورة عبلة، ست فعلا تستاهل تقولها ذهب. ازاي الكلام ده يا عباس؟ في واحدة ست تروح تفضح نفسها بنفسها بدل ما تقول يا حيد داريني، طلع في التلفزيون وتقول يا اللي ما شفتش تعالى شوف، ازاي الكلام ده؟ عباس عنده حق في كل كلمة بيقولها، الست دي فعلا ست عظيمة ومثل لكل الستات، مش الستات بس والرجالة كمان، دي لا خافت ولا فرق معاها شكر جلال ولا سلطته ولا نفوذه، ما فرقش معاها غير الحق فعلا، ما بتخافش غير من ربنا. ونعم بالله، والله الواحد مكسوف من نفسه. ليه بقى؟ عشان ست بمليون راجل عملت اللي احنا خوفنا نعمله. انا مش عارف احنا ليه ما بنقفش جنب الحق اللي هو اسم من اسماء الله الحسنى، وازاي الواحد يقف قصاد ربنا وهو خايف من البشر. دكتور عبلة ناوية تعملي ايه؟ هكمل مشواري لحد لما ربنا يجيب لي براءتي، وانا واثقه ان ربنا مع الحق، مش ممكن ابدا هيسيبني ولا هيسيب الضحايا اللي معايا، ولا سميحه الغلبانه اللي ماتت واتخرب بيتها وفقدت جنينها، مش ممكن ربنا هيسيب ده كله علشان ينصف ناس ما لهمش حق. خايفه؟ طبعا طبعا. وزير؟ لا، خايفه الحكايه تطول وحق يضيع ويتنسي، وناس تانيين يقفوا في نفس المشكلة، وناس تانيين يمروا بنفس الأزمة ومحدش يعرف ياخد لهم حقهم. أنا بس بقول يا ناس، ما تسكتوش على حقكم، مش لازم الجرائم من النوع ده تزيد، لازم تنتهي من مجتمعنا. سؤال أخير، مين معاك؟ ربنا معايا أقوى من الكل ونعم بالله. دي كانت دكتورة عبلة عبد الرحمن، وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم الصمت هو الجريمة الكبرى في المجتمع، الضحية يتحول إلى جاني، الضحية تبقى جاني في لحظة، وطبعا الجاني يظل طليق لأن احنا بنسكت. أرجوكم ما تسكتوش، أرجوكم ابقوا معنا. ميرسي قوي قوي، متشكرة جدا، متشكرة قوي. مبروك يا دكتورة عبلة، كنت عظيمة جدا النهاردة. الله يبارك فيكي. افحمت اللي اسمه شكر جلال وثبتيه بمسامير. ثبته؟ ايوه طبعا ثبتيه. الحق بقى هو اللي يثبته ان شاء الله. او لو حضرتك تعرفي كميه المكالمات اللي جت عشان تعبر عن وقفه جنبك. ربنا يخليكم. للايميلات يا دكتوره عبله، لو كنا دخلناها كلها كنا محتاجين 4 ساعات على الاقل. طب كويس قوي بجد، حيله يا دكتوره عبله. ميرسي، يا رب يجي تعبنا بفايده، متشكره قوي. شكرا، ميرسي، باي باي. اهلا اهلا بالاستاذه الكبيره. اهلا بيك يا فندم، ميرسي قوي. اتفضلي. تشربي ايه؟ والله مالوش لزوم. لازم تشربي حاجة. اي حاجة. 2 ليمون. ايه اخبارك يا دكتورة؟ الحمد لله يا فندم، انا كويسة، والحقيقة بعد مقابلة سعادتك الجميلة دي ارتحت شوية واتطمنت. وانتي كنت متوقعة ايه غير كده؟ والله يا فندم من غير ما سعادتك تزعل، يعني انا كنت خايفة شوية. انتي خايفة من ايه يا دكتورة عبلة؟ بصراحة خفت ان يحصل عليا اي ضغوط، خفت. ضغط عليك بمناسبة ايه؟ يعني حضرتك تضغط عليا اني اتنازل عن القضية او اي حاجة من دي. حد يتنازل عن حقه برضو؟ على فكرة انا عاوز اقولك انه لما طلبت قبلك عرفت عنك كل حاجة. ازاي يا فندم؟ منين؟ ده شغلنا بقى، التقارير اللي قدامي وجات لي من جهات متعددة
بتقول ان قد ما انت عظيمه في علمك فانت عظيمه في اخلاقك وفي موسك العليا، وده طبعا رمز نتمنى انه يسود مش بس في مصر لكن في البلاد العربيه كلها. والله ده كتير عليا قوي. انت اللي زيك لازم نقف جنبه ونحميه من اي محاوله لزعزعه ثقته في الحق اللي كلنا بنتمناه. والله يا فندم انا كنت ابتديت اشك ان انا ممكن اخد حقي وان اي حد يقف جنبي، خصوصا بعد ما عرفت نفوذ شكري جلال. اوعي تفقدي ثقتك في العداله ابدا، ولازم تعرفي ان من اول ما قضيتك ما بدات واحنا بنحقق فيها برضه، وطلب منا على اعلى مستوى ان احنا نبحث عن الحق والعداله بغض النظر عن ان الوزير شكري جلال من ابرز اعضاء الحزب، ثم انه في الاول والاخر العمل الحزبي المحترم عمل بيخدم المجتمع من وجهة نظره طبعا، وبيخدم الناس لأنه واحد منهم. لكن احنا بقى لما لقينا انه القضية بدأت تبقى مثيرة للشبهات وهتبقى وجهة سيئة للحزب، لأول مرة يتم تنحية وزير مهم زي شكري جلال من الانتخابات. هو طبعا افتكر ان ده تصفية حسابات وانا عذره، لأنه كان في موقف صعب مش عارف ما مدرك ايه اللي حواليه. عموما في الاول وفي الاخر احنا كل اللي يهمنا صورة الحزب وشكله. يا فندم انت ما تتصورش سعادتي بالكلام اللي انا بسمعه من حضرتك دلوقتي. انا حسيت ان مليون ايد بتطبطب عليا وبتمسح دموعي. انا مش عارفة اقول لحضرتك ايه. انا حسيت ان الدنيا لسه بخير وان بلدنا لسه بخير. وهتفضل طول عمرها بخير طول ما في ناس محترمة بيدافعوا فيها عن الحق. ميرسي يا فندم، متشكره قوي. ده انا اللي متشكر على شجاعتك دي، ولازم تتاكدي ان احنا كلنا وعلى اعلى مستوى مع الحق والعدل اللي بيقفلهم القانون. يا فندم والله انا متشكره جدا، وهستاذن بقى عشان ما اخدش من وقتك اكتر من كده. اتفضلي، وانا مكتبي مفتوح في اي وقت، بس الليمون. الليمون يا فندم. ميرسي قوي. اتفضلي. شكرا. عموما لو احتجتي اي حاجه انا مكتبي مفتوح في اي وقت. انا عاجزه عن الشكر. مع الف سلامه. شكرا جدا. مع السلامه. شكرا قوي. مع السلامه. شكرا. مره تانيه بقى هاخد اللي مع السلامه.